انطلقت قافلة طبية في قرية النوادرية التابعة لمركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال مدير مديرية الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة ضمت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة الطبية بتقدم خدماتها من ضمن مبادرة حياة كريمة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. موجود النهاردة في القافلة معانا 12 عيادة تخصصية، موجود في كل عيادة طبيب أخصائي أو استشاري. بنلاقي تعاون من أهل القرية هنا، سواء إن هم بيساعدونا بالأماكن اللي ممكن نخصصها كعيادة أو كصيدلية لصرف الدواء. الموقع ده من المواقع الصعبة في الكوافر الطبيه، لان هو مش متوفر فيه اي خدمه طبيه في خلال هذه المنطقه. اقرب مستشفى من هنا بتبعد حوالي 18 كيلو عن هذا المكان. العيادات التخصصيه اللي موجوده معانا هنا 12 عياده تخصصيه جايه في عربيات متنقله مجهزه من وزاره الصحه والسكان. العيادات دي مجهزه بالاجهزه الطبيه اللي بتخدم كل تخصص على حده. الموقع هنا جهزناه لان هنا مفيش وحده صحيه، مفيش هنا خدمات حكوميه موجوده في هذه القريه، فبدانا نجهز هنا القافله في خلال العيادات المتنقله اللي معانا. موجودين النهارده بقريه النوادريه التابعه لمركز فرسكور، قافله علاجيه من اهم المشروعات الخدميه الصحيه اللي بتقدم في الفتره الاخيره، خصوصا ان هي بتتميز بميزتين اساسيتين. اولا مجانيه الخدمه تماما بدايه من قطع التذكره وحتى انتهاء الخدمه. الحاجه الثانيه كمان ان هي بتوصل للمواطن في المناطق النائيه لحد عنده، تخفيفا على اهلنا من كبار السن اللي ما بيقدروش يوصلوا للمستشفى لأقرب مستشفى اليوم. تحية للسيد رئيس الجمهورية على هذه المبادرة العظيمة حياة كريمة. وطبعا ان احنا اهالي قرية النوادرية بنشكر سعادته على انه بيهتم بالمواطن البسيط والمواطن المحدود والمواطن اللي ما بيقدرش يوصل لمركزي او لمستشفيات علشان يتعالج.